بيشير لأن السودان هو حاليا بعد انفصال الجنوب هو وحدة ثقافية وعرقية، وسماها دغمسة، مش كده؟ انه ده بعد بقى ما في دغمسة، نحن حنرجع لكل النصوص في الدستور اللي هي بتحمي حقوق الأقليات بتحمي التحدث، وحنعيد صياغة الدستور بحيث انه يعني قدرت في الدغمسة دي كلها، وبعد ذلك نبقى يعني يهودا بإعلاء لشأن الخطاب الإسلامي العربي. أنا حافتح فرصة للنقاش والناس يناقشوا القضية دي، قضية سياسية، قضية فكرية، قضية ثقافية، وقضية بتاعت حقوق الإنسان. فحافتح الفرص للنقاش، حادي 4 دقائق لأي مداخلة، حنبه أي متداخل في الدقيقة الثالثة، فأرجو إنه الناس يلتزموا بال4 دقائق. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، نرجو إنه النقاش يكون نقاش زي ما قلت في الأول، نبعد عن الشخصنة، نبعد عن الهتاف، يكون نقاش موضوعي ونقاش يتجه مباشرة للمساهمات اللي قدموها عثمان وعبد الهادي. وبعد ما ناخذ 4 أسئلة حنرجع، أو 5 أسئلة، حنرجع للمنصة وحندي فرصة لعثمان وعبد الهادي ومحجوب فرصة إنه يعلقوا على الأسئلة. ففرصة مفتوحة للنقاش. تفضل. في البداية الواحد يعني بحي منبر الثقافي للحوار كإضافة جديدة وعاء الناس يعني محتاجة له في التفكير، تقدر تناقش فيه كثير من القضايا. والجميل في المنبر أنه بدأ أن نشاطه الثقافي بندوة زي الندوة بتاعت الليلة دي، وخاصة الإضافة الثرة الكثيرة الأستاذ عثمان محمود، وأنا أفتكر يعني عثمان محمود رجل متمكن وقدم جهد كبير جدا في هذه الإضاءة الأثرية والتاريخية الشاملة يعني بكافة التفاصيل، رغم أنه هو يعني حاول يختصرها بقدر، اجتهد كثير جدا على أنه يعني يختصرها وكذا. أنا كنت أتمنى أنه الندوة بس تكون يعني محدودة، يعني ده أمنية مني يعني، في أنه عثمان محمود يستمر في المحور بتاعه، لأنه في اختلاف كبير جدا في المحور اللي ابتدره عثمان محمود والمحور اللي ابتدره الأستاذ مطر والمحور الأضاف له والمقدم الندوة هنس، يعني ده يعني اختلاف كامل، فحصل لنا زي تشويش كده يعني. نحن من عمل فكري واجتهاد تاريخي وأثاري كان ممكن يوصلنا لنهايات و يعني معقولة وعلمية وفكرية يعني. فبعد ذلك جاءت التفصيلة بتاعت الوضع الراهن يعني، هما طبعا كسياسيين يعني، فالسياسي يعني طبعا دائما مهتم بالحاضر يعني، عكس الزور الأكاديمي والعلمي مهتم بالتاريخ عشان يصل للراهن. ما بطل طبعا باعتبار انه ده همومنا بتاعت الراهن السياسي والوطني والتاريخ الآن، يعني كل همومنا بتكون مربوطة بالراهن في المحل. لكن بس أنا أطلب من إدارة المنبر أن والله يا أخي ندي ندوة أخرى لعثمان محمود في المحور ده لوحده، وهو يأخذ فترة زمنية كاملة والناس بعد ذلك تعمل الإضافة، وفي نفس الوقت ندي المحور الجديد السؤال السياسي ووضع الراهن الموضوع وأثر الثقافي فيه يبتدر الأستاذ مطر وآخرين، باعتباره ده برضو سؤال المرحلة في الندوة ثانية لوحدها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.